التطوير في القاهرة التاريخية زي ما بنقولها كده أو زي ما بنحب نسميها بدأ ولم يتوقف، وافتكر من كذا سنة الرئيس هو اللي وجه بده وأبدأ اهتمام حقيقي بده. من ناحية تانية أيضا مساجد آل البيت الشريف لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبرضو الرئيس أبدأ اهتمامه الواضح المعلن بأنه إحنا هنعمل حملة أو عملية كبيرة جدا لتطوير مساجد آل البيت. طيب تعالى كده نشوف، ما أصل برضه مصر دي حاجة تانية خالص. المهندسة جاكلين سمير هي المشرف العام على تطوير مساجد آل البيت. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله تمام. ال 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 المقاربة أو المفارقة واضحة، المهندسة جاكلين سمير هي اللي بتشرف على تطوير مساجد آل البيت، وده انعكس بيعكس تميز حقيقي لمصر بمواطنيها بمواطنتها بشكل عام، روح المواطنة الكاملة اللي موجودة في مصر، وفي نفس الوقت الاستعانة بأهل الخبرة. أنا ماليش دعوة مين مسلم مين مسيحي، ليا دعوة بمين قلبه على البلد وبيعمل شغله. يعني أنا مش عارفة أقول لحضرتك حاجة، بس أنا في الأول والآخر أنا مهندسة مصرية، صح، وده تاريخي، وأنا دايما كنت بقول إن العمل عقيدة، صح، فأنا مؤمنة إن دي بيوت ربنا، فعقيدتي بتقول إن أنا هعمل بيوت ربنا يعني بشكل عقيدي. حضرتك عارف طبعا إحنا كمصريين عقيدة عندنا بتتحكم فينا طبعا، بنعمل ده من قلبنا. طيب عايز أعرف أكتر بقى على تطوير مساجد آل البيت، يعني النهاردة خلصنا الحمد لله التطوير بتاع مسجد السيدة نفيسة، إيه اللي جاي زي ما يتقال كده في البايب لاين؟ هو معالي فخامة الريس كان دايما عنده حرص شديد بإحياء كل ما هو تراث ديني أو تاريخي حلو لينا، عشان ده حضرتك دايما عارف إن إحنا كشعب إحنا لينا تاريخ طبعا ولينا أصول، شوية تراب جه عليهم فخامة الريس بيلمعنا، بس شوية بيلمع تاريخنا، فكان عنده إصرار إن آل البيت بالذات ان نبدا في تطويره. وطبعا كان دره البدايه كان جامع الحسين، يعني احنا نفذناه في اقل من 18 يوم تحت طبعا قياده الهيئه الهندسيه والاشغال العسكريه، وعملناه بشكل اعتقد ان الافتتاح كان مبين قد ايه احنا عملناه بشكل احترافي وتخصصي، صحيح، لان انا كمهندسه في صيانه الاصول والاثار من المقاولين العرب، الاداره دي متخصصه في إحياء كل ما هو تاريخي وكل ما هو تراث، فده كان الإيم بتاعنا وهدفنا في الشغل ده، فبنستعين بمتخصصين. الموضوع بالنسبة لنا مش عشوائي، لا بنستعين بمتخصصين، بنذاكر كويس طبعا الحقبة اللي احنا داخلين عليها سواء فاطمي عثماني، بس احنا مش بنتكلم في أي حاجة، احنا بنتكلم في معمار ليه نسق العالم كله يعرفه. يعني حضرتك ممكن لما تبص على مأذنة معينة تقول ده عثماني عشان مدببة بشكل عشان مدببة على شكل القلم الرصاص طبعا. يعني فاحنا بنذاكر كويس التاريخ بتاعنا عشان نبرزه، احنا ما بنعملش كتير. هو الترميم عبارة عن ايه؟ إعادة الشيء لأصله. أنا عايزة أقول إن أنا أصلي كان مهندس بارع من زمان قوي، أنا بكل إمكانياتي الحالية لا أستطيع إن أنا أعمل اللي هو بيعمله دلوقتي، أنا بديله إنعاش، بس بديله شوية إنعاش وجمال أكثر ما هو جميل يعني. حلو جدا. فبالنسبة لنا السيدة نفيسة بقى، وهي نفيسة العلم، ليها ميزة تاني بغض النظر طبعا انت بتدخل بتحس بهدوء نفسي غير طبيعي، صحيح، ليها سكينة كده مش طبيعية، لان هي بتتقدم المشهد بتاع طريق اللي هو الاشراف او آل البيت بعد زين الدين عابدين، فهي طبعا يعني تاني مشهد ليها، تاني حاجة ان هي ليها قدسية دينية، طبعا احنا عارفين ان هي بنت مين؟ طبعا. حسن وعلي بن طالب، فهي من صميم آل البيت، فكون ان احنا نبدا بتطويرها فده شرف لينا، صحيح، مش اكتر من كده، صحيح. ايه اللي جاي بعد مسجد السيده نفيسه؟ لا ان احنا الجعبه بتاعتنا لا تنفذ، مليانه جنانه طبعا جنانه. احنا طبعا عندنا طبعا السيده زينب، وطبعا عارفين السيده زينب طبعا وهي المحكمه والحكيمه والقويه، و حتى مساحة المسجد بيعتبر ثلاث أضعاف مسجد الحسين، يعني هو بيعتبر 7000 متر مسطح. أيوه. فإحنا شغالين أوريدي، لأن معالي الرئيس
لما بدأنا في آل البيت احنا بدأنا وقدمنا خطة عريضة بكل اللي بيحصل. اللي بيحصل ده مش بشكل عشوائي، لا بشكل مدروس. وكان عنده إصرار ان بيوت الله ما تتقتلش قدام اي مصلي. فده كان تحدي بالنسبة لنا ان احنا كشركة او بالنسبة للهيئة الهندسية ان احنا نبتدي نتعامل مع الشعب ونطور. حضرتك انت عارف الشعب المصري بسيط وجميل جدا. كل واحد بيدخل بآرائه وكل واحد، فاحنا كنا بنحاول نراضي الناس عشان نفتح لهم المكان بشكل يليق بالمكان وصاحبه ويليق بيهم كشعب بسيط جميل حب دينه بيحب مساجده حتى لو كانت كتيرة. أيوة. بس لا في حاجات كده قيمة وقامة يعني. صحيح. فكان ده تحدي انك تبتدي تشتغل ده كله والمسجد مفتوح والشعائر فيه تقام كاملة، يعني مفيش يوم احنا بطلنا فيه صلاة. يا مسهل، شدوا حيلكم وانتوا قدها وقدود يا باشمهندسة، والف شكر ليكي وربنا يوفقكم دايما. المهندسة جاكلين سمير المشرف العام على تطوير مساجد آل البيت.